اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت في الانترو في بدايه حلقتي انه النادي الاهلي طبعا كره القدم هي المعشوقه الجماهير وهي اللعبه رقم واحد طبعا مش في مصر بس وافريقيا وفي العالم كله. ولكن النادي الاهلي السنه دي زي ما قلنا في الالعاب الجماعيه 22 بطوله متنوعه ما بين كاس ودوري وبطولات محليه وقاريه واقليميه. ايضا عندنا لعبه من الالعاب اللي احنا نعتبر في النادي الاهلي مدرسه كبيره مش بس جوه مصر ولكن في افريقيا بل في العالم. خرجت منها خامس الاولمبيات عمر عصر اولمبيات طبعا طوكيو 2020، خرجت نجوم كبار النهارده معايا في الاستوديو فريق السيدات اللي نجح السنه دي انه يحصد بطوله العربيه في مستهل الموسم وايضا بطوله الدوري منذ ايام قليله. في البدايه طبعا برحب بكابتن عادل شومان المدرب العام للفريق فريق السيدات بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني اللقاء الثاني السنه دي بعد بطولتين يعني عزاز عليك. الحمد لله الحمد لله يا كابتن هيثم. اكيد طبعا المكسب مش بس فني وايضا مكسب اداري، المنظومه متكامله، مجلس اداره، جهاز اداري، طبي، فني، لاعبين، لاعبات، هو ده او هي دي عناصر الفوز. برحب طبعا بالكابتن احمد حامد المدير الاداري. اهلا بيك يا كابتن. اهلا حضرتك منورنا. وطبعا يعني وجودكم النهارده مع كاس افريقيا بيدي اكيد يعني اضافه قويه جدا اكيد يا كابتن. برحب طبعا بنجمتي الفريق الحقيقه اللي هم كان ليهم دور كبير في الفوز ببطوله الدوري ايضا هذا الموسم، وعد ابراهيم او كابتن وعد ابراهيم، نور الدنيا. مبروك. الله يبارك حضرتك. برحب طبعا بكابتن رؤى الناغي احد نجمات مصر ونجمات النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منوره طبعا قناه النادي الاهلي. كابتن عادل، يمكن موسم صعب شاق السنه دي، السنه دي كان عندنا يعني كتير من التحديات خططتوا لده، كلمني عن بعد البطوله العربيه المشوار لغايه تتويجنا ببطوله الدوري. والله واحنا بعد بطوله الانديه العربيه اللي الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها كان فاضل الدوري. المشكله ان الدوري اتاجل كذا مره وكان المفروض يتلعب في شهر الدوره المجمعه الاولى في شهر 3. طب ليه اتاجل يا كابتن؟ ارتباطات دوليه وكان في بطولات بتبقى دوليه، فهي دي المشكله. فطبعا ما كناش عارفين بالظبط امتى يعني الدوره المجمعه الاولى امتى والدوره المجمعه الثانيه امتى. نعم. فقالوا مره في شهر 3 مره في شهر 4، رسيوا في الاخر خالص ان شاء الله هتبقى الاولى 14/5 ل17/5 والثانيه من 2/6 ل5/6. لما عرفنا المواعيد وكده ابتدينا بقى نظبط التمارين بقى حسب ظروف كل لاعب. كل لاعب احنا التمرين بتاعنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الاساسي من 7 ل9. نعم. في بقى حسب ظروف عندنا بنات في الجامعه، بنات بتشتغل، بنظبط بقى المواعيد بتاعت التمرين بتاعت الصبح. اللي عنده جامعه الصبح يجي طب قبل التمرين، اللي عنده جامعه الساعه 2 المحاضره الساعه 2 يجي طب يجي الصبح. وخلينا نوضح للساده المشاهدين التمرين بيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره بمدينه نصر. وممكن نغير المكان، يعني ممكن نتمرن مثلا في ملعب تاني ولا لازم ملعبنا مدينه نصر؟ يعني ممكن تختاروا مثلا ملعب مش لازم جوه النادي الاهلي، ممكن يبقى ملعب بالزبط قريب من اللعبات، ولا ده مش وارد عندكم؟ يعني وارد طبعا. يمكن حتى احنا الفتره الاخيره جينا في يمكن من منتصف شهر رمضان نقلنا التمرين لصاله المنتخب. الصاله شويه فيها شويه تجديدات وكده في صاله المنتخب في استاد فنقلنا التمرين في صاله المنتخب. في كنا الناس اللي كانوا عايزين يتمرنوا الصبح كنا بنجيبهم الصبح في النادي الاهلي. لكن التمرين بقى الاساسي بتاعنا كان بقى في صاله المنتخب. بالظبط كده. طب كابتن، يمكن الدوره المجمعه الاولى كلمني عن يعني ابرز المنافسين، نتائج الماتشات الصعبه اللي كانت في الاولى والثانيه، خاصة ان برضو الفرق كلها بقت كويسة. يعني النهارده ما نقدرش نقول في فرقة وحشة، لا النهارده كان في منافسة. هو فعلا فعلا يعني قبل الموسم اللي قبل كده كانت المنافسة تملي يعني محصورة ما بين الاهلي والزمالك. صحيح. دلوقتي في اهلي، في زمالك، في جزيرة الورد، في بتروجيت، في الاسماعيلي، فرق كتير جدا استعانت بلاعيبة من محترفات زي الاسماعيلي كان جايب لعيبة محترفة. بتروجيت برضو كان ماتش صعب. جزيره الورد كان ماتش صعب، الزمالك كان ماتش صعب، بس الدوره المجمعه الاولى الحمد لله يعني كسبناها كلها 3-0 فيما عدا ماتش بتروجيت كان 3-1. 3-1 دي الدوره المجمعه الاولى. دي الدوره المجمعه الاولى. طيب الدوره المجمعه الثانيه. الدوره المجمعه الثانيه كسبنا برضو كل الماتشات وكنا تقريبا حسمنا الدوري قبل الماتش الاخير. قبل الماتش الاخير كان الدوري بتاعنا يعني حتى كان محتاج ماتش او حاجه. لا 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 ولا حاجه، الماتش الاخير كان النتيجه يعني النتيجه كانت غير مؤثره بالمره يعني. والحمد لله كسبنا الحمد لله هزيمه والبطوله المجمعتين الحمد لله. راضي يا كابتن على الموسم؟ الحمد لله الحمد لله.